السلام عليكم. في هذا الفيديو هادي غنشرح الموديل ديال ليكونومي مونيتاري فينونسيير ديال صحاب اس ار طلبة اللي عندهم اي ار بي اس 3. غنبداو بالشابيتخ الاول. الشابيتخ الاول كيهضر على لا موني، ديفينيسيون ديالها، لي فونكسيون ديالها، لي فورم ديالها، و شنو عاوتاني، وكيهضر على لو تخوك. اول حاجه غنبداو بلو تخوك. اشنا هو لو تخوك؟ لو تخوك هو اللي جينا نشرحوه بالعربيه، هو المقايضه. لو تخوك سي لي شونج انتر دي بيان. على ليبوك شنو كانوا كيديروا؟ ما كانوش الفلوس. على ليبوك كان اللي عنده شي بيان، دابا انا عندي واحد البيان وخاصني انا ادخل بيان، كنتبادل مع اللي عنده البيان اللي باغي انا كنتبادل معاه. ولكن هاد لو تخوك شكل بزاف ديال المشاكل اللي ما خلاهمش يبقاو معتمدين عليه حتى لحد الان. من بين هاد المشاكل كاين ثلاثه ديال المشاكل. اول مشكل هو لي كو دو ترانزاكسيون. شنو هما لي كو دو ترانزاكسيون؟ هما لي كو دو ديبلاسمون. اشرح شنو هما لي كو. على ليبوك كان انا خاصني واحد بيان، بغيت نتبادل مع واحد الشخص، سواء عنده ديك البيان اللي باغي انا. هاد الشخص بعيد عليا، بيني وبينه واحد المسافة بعيدة، يعني الا بغيت نتبادل معاه خاصني نخلص واحد التكلفة ديال الانتقال من البلاصة اللي فيها انا لعندو باش نتبادل انا وياه. هذا هو المشكل الاول. المشكل الاول كيشكلنا واحد الخسارة. انا بغيت غير نتبادل، انصدق مخلص واحد التكلفة ديال التنقل. ثاني مشكل شناهو؟ نبداو بثالث مشكل. ثالث مشكل شناهو؟ لي كو دانفورماسيون، يعني ديالك الفو كونيتخ لو ليو دو بيان اللي كنقلبو عليه حنا. يعني انا خاصني واحد البيان، ما عرفش فين كاين هاد البيان، خاصني نخلص واحد التكلفة باش نعرف، باش يقولوا لي دي زانفورماسيون على البلاصة فين كاين هذاك البيان اللي باغي انا. وهذا راه تيشكل حتى واحد الخسارة. ندوزو للكو الثاني اللي هو الكو داتون. ركزوا معايا، هاد الكو داتون واحد التكلفة ديال شنو الشرح ديالو، واحد التكلفة ديال الانتظار. هذيك التكلفة ديال الانتظار تنتج عليها واحد الخسارة. اشنا هي؟ باغ اكزومبل انا عندي الخضر وباغي الزرع. باغ اكزومبل لقيت هاد الشخص اللي عنده الزرع، الوقت اللي خاصني فاش نتنقل عنده، ولا الوقت اللي خاصني فاش نقلب على لو ليو فين كاين هاد الشخص هذا، تقدر الخضرة اللي عندي تخسر، نولي ضايع. وهذا من اهم المشاكل اللي خلاو لو تخوك مبقاوش يعتمدو عليهم. المهم فهمتوهم. دابا لو تخوك كندوزو دابا للتعريف ديال لاموني. واحد التعريف بسيط. اول حاجة دورة في بالكم شنو هي لاموني، الفلوس شنو هما، بلا ما نشوفو الديفينيسيون هادي. لاموني اشنو كتعني؟ سي ان موان دو بايمون، واحد الوسيلة للأداء. لاموني ايت ان بيان، واحد البيان، هو انسي و ان اكتيف فينونسي اكسبتي اون بايمون انديتيرميني اي ايميديات او سان دان ايكونومي دوني. لا موني ان بوفوار ليبيراتوار ايميديات اي جينيرال. دي واحد التعريف ديال لا موني بسيط. عندنا زاد دابا لي فورم دو لا موني. هاد لي فورم دو لا موني راهو هما لي تيب. هما لي تيب كانوا كيستعملوا على ليبوك. لو تروك، لو تروك ما بقاش مسلكهم، شافوا واحد الوسيله اخرى اللي هي لا موني مارشانديز. هاد لا موني مارشانديز شنو كتعني؟ سي تان سي شي فورم دو لا موني كي بريميتيف، هي وسيله للاداء، وسيله بدائيه. هاد الوسيله هادي كتعتمد على شنو؟
البرانسيب ديالها اللي هو لا غارتي دي بيان. كان على ليبوك كانوا دي بيان اللي كيكونوا نادرين، باغ اكزومبل الكوكياج، الكاكاو، لو بلي، شنو عاوتاني، كاينين بزاف هاد لي بيان اللي كيكونوا نادرين كيتستعملوا كوسيله للاداء، كنخلصوا بهم. ولكن نشحات اليوم هاد الوسيله هادي، علاش اللي ما بقاوش كيستعملوا لحد الان؟ لقى واحد المشكل، شنو هو؟ ان فوا داك البيان اللي كيكون نادر كيولي موجود بزاف، ما كيبقاوش يستعملوه كوسيله للاداء. يعني شنو دونك لي بيان كي غار ديفوني ديسپونيبل، علاش نقراها دونك قالك اون فوا كيولي لي بيان نادرين كيوليو موجودين، ما بقالاش يعتمدوا على هاد لا موني مارشانديز، خصهم يفكروا في وسيله اخرى. لقاو ربي داروا واحد لا موني سموها لا موني ميتاليك. اش كتعني هاد لا موني ميتاليك؟ هاد لا موني ميتاليك اللي هي اشنا واحد لا موني على شكل ذهب والفضه، كانوا كيخلصوا بالذهب والفضه. ولكن ركزوا معايا، انا عندي الذهب والفضه، بغيت نشري واحد البيان، نقدر نتنقل عند اللي عنده هذا البيان هذا. احتمال اني نتعرض للسرقه ولا النصب، يديو لي كاع الكابيتال اللي عندي، الذهب والفضه. المشكل الاول. المشكل الثاني اللي هو انا غنخلصو، يعطيني واحد البيان وانا غنعطيه، سواء نخلصو بالذهب ولا الفضة، داكشي اللي كان موجود عندي. انا ما كنعرفش لا فالور ديال هذاك البيان، نقدر نخلصو انا بكثر ما كيسوى داك البيان. المشكل الثاني، المشكل ديال السرقة وديال النصب، شنو قالوا؟ فكروا في واحد الحل، داروا دي بيتيت بونك. هاد لي بيتيت بونك سماهم لي زورفيفر. هاد لي زورفيفر شنو هو؟ شنو نقولهم الدور ديالهم؟ لي زورفيفر كيقولوا اللي عنده دي بيان الذهب والفضه يجيبهم هاد يجيبهم عند هاد لي زورفيفر. لي زورفيفر كتخزنهم اليوم وكتعطيهم دي تيكي. هاد لي زورفيفر ما هما غير غير واحد الحاجه انترميديير، يعني واحد الوسيط. هذا الوسيط اللي كيحمي الحقوق ديال البائع وديال الشاري. هاد لي زورفيف كتعطيهم دي سيكي. يفو انا كنبغي نخلص، نمشي نشري واحد البيان، شنو كان؟ ما كنخلصوش بدا، كنخلصو بدي تيكي دو بونك. هذاك البيان اللي عنده تيسوى 1 غرام غنعطيه 1 غرام تيكي فيه 1 غرام. وهذاك شنو كيشد داك التيكي؟ كيمشي لهاد لي زورفيف كيعطيهم داك التيكي، كيعطيو ديك الامانه، كتحفظ لك كاع الحقوق ديالك، وكتسهل عليك عمليه ديال لا رياليزاسيون دي ترانزاكسيون، يعني كتسهل عليك عمليه ديال الشراء او البيع. دازل من هاد لاموني ميتاليك، ومن هاد لاموني ميتاليك دازو لاموني فيدوسيير. هاد لاموني فيدوسيير اشنا هي؟ اللي هما لي بيس اي دي بي، اللي هما النقود و لي بي دو بنك، اللي كيتسماو لاموني بابي، الاوراق النقديه. اول حاجه شنو خرجوا؟ دي بيس. هاد دي بيس نجحت هاد الفكره، ولكن لقاو فيها واحد المشكل. اما هو اون فوا كيكون البيان اللي باغي نشري
غالي ما يمكنش لي نخلصو بدي بياس. باغ اكزومبل انا خاصني ناخذ واحد، باغ اكزومبل انا بغيت ناخذ واحد لابارتمون، هاد لابارتمون كتسوى ما غنقولش 25 درهم، هادي غيفهموها. هاد لابارتمون كتسوى 25 مليون، يمكنش لي انا نخلص هاد 25 مليون باغ دي بياس. شحال قلتني من خمسة نجمع فيها 5 مليون؟ هذا هو المشكل. شنو داروا؟ خرجوا بسبب هذا المشكل خرجوا دي بابي دو بانك ولا لا موني بابي. هاد لا موني بابي كتجمع لهم واحد لا سون دارجون، لا سون دارجون في ان سو بي. هادي هي لا موني فيديسيير. ندوزو لا موني سكريبتورال. هاد لا موني سكريبتورال شنو كتعني؟ هاد لا موني سكريبتورال قلنا هاد لا موني فيديسيير التعريف ديالها قالك إل ساجي دو لونسومبل دي ديبو افي. أول حاجة أشنو كيعنيو دي ديبو افي؟ كاينين دي ديبو اترم و دي ديبو افي. دي ديبو افي لي هما لي كونت لي كيكونو قل من سنة. يعني بغيت نحط واحد لاصوم ديال الفلوس اللي أنا كتستشر معايا لابون كتقولي واش هادو دي ديبو افي نديرهم واش غتاخذهم من هنا لمدة قصيرة ولا من هنا ولا كتر من عامين. لي ديبو افي من عام لتحت ولا من عامين لتحت، والديبو اتر من عامين للفوق. هادو هما لي ديبو افي ولي ديبو اتر. قالك قالك إل ساجي de l'ensemble des dépôts à vue détenus par les agents économiques et circulant par le billet et des chèques, les virements bancaires et les cartes de crédit. Achna hiya de la monnaie scripturale. C'est la monnaie scripturale, mais c'est mouchki. فيديسير لا لا هي هذيك سكريبتورال. هاد لا موني سكريبتورال شنو ان فوت شنو هاد تحب بالكم لا مش تراجيم لي شيك لي فيرمو بونكير لي كارت دو كريدي لي لتر دو شونج لي بيي ا اوردر. Et de la monnaie scripturale, il y a. Créer de la monnaie par. Et une quête. Créer de la monnaie par un simple jeu d'écriture. Je ne sais pas par un simple jeu d'écriture. Un an, mais quand je suis le verre bancaire, je suis un flous. Quand je suis un verre واحد الرقم باغ اكزومبل بانسيبت 2000 درهم كنكتب غير 2000 درهم ما كنصيفطش فلوس. اول اكزومبل ديال الكلمه هذه حتى نزيدهم شويه. ان سامبل جو ديكريتور. ثاني حاجه لي ليتر دو شونج. لي ليتر دو شونج معروفه اللي هما لي زيفي دو كوميرس. هاد لي زيفي دو كوميرس ما كنعطيش ما كنخلصش بفلوس، كنخلص غير بواحد الورقه كضمانه وكنكتب فيها الثمن غير كتبه كنحطش الفلوس. لي فيو ندوزو لي شيك باغ اكزومبل نفس لي شيك فحال لي فحال لي لتر دو شونج لي كارت دو كريدي. هاد لي كارت دو كريدي لي كارت دو كريدي هادو هما لي كاين لي بيي et les chèques bancaires et les virements et les lettres de change ou bien les effets de commerce les lettres de change aucun billet à ordre. Qu'est-ce que je confirme, tu as de la monnaie scripturale, de la monnaie magnétique ou la qu'est-ce que la monnaie électronique. De la monnaie électronique est-ce que tu as appelons aussi monnaie électronique ou monétique.
C'est l'ensemble des techniques informatiques et électroniques permettant l'échange de fonds sans support papier. Et de la monnaie électronique, il y a de la quantité de la monnaie stockée sur un support à Internet. يعني هاد السيبور اللي كاين في الانترنت ما كيحتاج لا ورقة لا والو، هي واحد الكمية ديال الفلوس كتكون مخزنة في واحد الكونت في واحد في الانترنت. و ليكزامبل اللي متداول بزاف اللي هو باي بال واحد الكونت في الانترنت. هاد الكونت هو كيعطي واحد الدور وسيط ما بين الشاري والبائع. نقدر انا هذيك شريت شي حاجه باغ انترنت، ميمكنش لي نجبد فلوس ونخلص الانترنت حاجه، الا يمكن لي نخلص بواحد الموين دو بيمون اللي هو باي بال. كندخل الانترنت، كندخل السيت ديال باي بال، كنكون ديجا عندي فيه فلوس مخزن فيه واحد لاكونتيتي، كنكتب الثمن اللي بغيتي نصيفط كنصيفطو سون سيبور بابي. هادشي اللي قالو في التعريف، قالك ابل اونسي اون موني الكترونيك و مونيتيك سي لونسومبل دي تكنيك انفورماتيك الكترونيك بيرميتون ليشونج دو فون سون سيبور بابي، يعني بلا حتى شي ورقة. هادو هما لي فورم دو لا موني و لي تيب دو لا موني. كنشرح هذاك الشيء على حسب داك الشيء اللي فاهم انا، حيت كل واحد غيشوف البروف كيفاش كيخدم، يقدر يعطيك دي ريزومي، يقدر يعطيك داك الشيء طويل باش دير واحد الفكره في بالك، باش الا حصلتو انفو تحصلو في ليكزام تقدر تكتب، تكون عندك واحد الفوكابولار فلاسك، واحد معلومات فلاسك اللي تقدر ديباني بيها راسك. دابا ندوزو لي فونكسيون دو لا موني. شنو هما لي فونكسيون دو لا موني؟ هو ادوار ديال لا موني، فاش كتفيدنا هاد لا موني. هاد لا موني سي تان انسترومون دي شونج. شنو كتعني ان انسترومون دي شونج؟ جاتا قالك لا موني est un intermédiaire qui permet de faire des échanges. هو واحد الوسيط اللي كيخلينا نقومو بعمليات تبادل او البيع او الشراء. كي بيرميت دو كونفيرتير لا فالور دان بيان و بوفوار داشا، اللي يمكن لينا هذيك الكميه اللي عندي ديال الفلوس نقدر نحولها لواحد البيان انا اللي باغيه. هادي الدور الاول ديال لاموني. الدور الثاني سي تي اني دوب تشالجز لا ريزيرف دو فالور. هاد لا ريزيرف دو فالور شنو كتعني؟ هي كتحمي القيمه ديالها افيك لو كولمون دو طون. يعني عندي انا 20 درهم دابا، الا دازت عامين 3 سنين 5 سنين غتبقى 20 درهم، ما غتنقصش لا فالور ديالها، تحمي القيمة ديالها، كتبقى نفس القيمة. هندوزو التانية سي تونيتي دو كونت. كاين تلاتة، سي ان انسترومون دو شونج، سي تونيتي دو كونت، لا ريزيرف دو فالور. كاينين كثر، غير هما الثلاثة المتداولين اللي كاينين، هادشي اللي قريت انا. كاينين كثر هما، غير هو البروف ديالنا نسيت ليه سميتو كاع، قرانا ثلاثة. حتى لهنا نقدر غنحبس الفيديو باش ما يطواش. شنو بقى لنا عاوتاني من بعد؟ كاينه لا ماس مونيتير، الديفينيسيون ديالها، ولي كونتخ بارتي دو لا ماس مونيتير، ou la bon ou la création de la monnaie qui va chercher chenauma parok qui crée bien la monnaie
لا حويس كنتمنى تكونوا فهمتوا، واللي فهم بين سنة بلايكو اللي ما فهمش راه كاينه جنين با عاوتاني اللي عنده شي اشكال راه يخلي في كومونتير ما دام كان ان شاء الله في راسكم وما تنسوناش بالدعاء في امان الله.